السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أثرت شيء غريب جدا يدفن معاها في قبرها وأوصت قبل وفاتها بيه. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن وصية الفنانة صباح، وكمان هنعرف ايه اللي أوصت بيه دفن معاها، وهنعرف تفاصيل كتير جدا عن الشحرورة صباح. الفنانة صباح والمطربة الكبيرة تمتلك العديد من المواهب، وطبعا ليها جماهيرية كبيرة جدا في مختلف المناطق، سواء كانت في مصر أو في الدول العربية وكمان في الأوروبية، وبتتمتع بصوت عذب، وهي مطربة كبيرة وكمان فنانة قديرة. هي نشأت في لبنان وخاصة في بيروت، وكانت في 1927 وإنها أطلق عليها لقب الشحرورة. هنعرف ليه لقبت بالشحرورة، لأن الفنانة صباح كانت عايشة في وادي، والوادي ده كان بيقولوا عليه وادي شحرور، لذلك أطلق عليها الشحرورة. وتزوجت أكتر من مرة، ومنهم نجيب شماس وأنور منسي ويوسف شعبان ورشدي أباظة، وفي عدد كبير جدا من الفنانين تزوجتهم الفنانة صباح. بالنسبة للوصية اللي سابتها الفنانة صباح وأوصت بيها، إن هي ترتدي فستان بدل من الكفن عند وفاتها، وأكدت لأصدقائها ولعائلتها إن الفستان الذي تمنت صباح أن ترتديه هو من تصميم المصمم بسام نعمة. وبالفعل تم دفن الفنانة صباح بالفستان بدل من الكفن، وهو الأمر الذي أدهش الجميع من مطلبها قبل وفاتها. وأكدت كمان الفنانة صباح على إن الجنازة بتكون غير أي جنازة اتعملت قبل كده، وأعلنت ده ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، وقالت إن بعد وفاة صباح، وإن صباح اتوفت عن عمر يناهز 87 عام، وأوصت الشحرورة التي طلبت إن ده يصل للعالم كله، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك، وقالت ان ده بالنص اللي طلبته الفنانة الشحرورة صباح، وقالت اوصيكم عدم البكاء وودعوني بالرأس والفرح، واتمنى ان يكون يوم رحيلي يوم فرح وليس يوم حزن. وطلبت فعلا ابنة شقيقة الفنانة صباح عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طلبت من الجميع وحبت الفنانة الشحرورة صباح ان هم يغنوا ويرقصوا ويفرحوا في اليوم ده، وما يحزنوش ولا يبكوا، لان ده يوم فرح، ان ده هيبقى صعب فعلا على اي حد بيحب الفنانة صباح، لكن دي وصيتها ولازم تنفذ. وكمان الفنانة صباح اوصت من ضمن الوصية اللي قالتها واكدتها لاسرتها، ان المدفن لازم يكون غرفة نوم كاملة وتضم كل حاجة الفنانة الشحرورة صباح بتحبها من مقتنياتها وممتلكاتها، وكل حاجة هي بتحبها لازم تكون موجودة في الغرفة دي. وبالفعل اتعمل المدفن من غرفة كاملة، وطبعا سرير وكل حاجة في غرفة النوم. وطلبت كمان الفنانة الشحرورة ان هي تدفن بفستانها، فستان الابيض اللي كانت بتحبه، وتنام على السرير بالفستان الابيض. وفعلا تم تنفيذ وصية الفنانة صباح، واتعملت غرفة كاملة مكان القبر، ودفنت فيها الفنانة صباح. أما عن حارس مقبرة الفنانة صباح، فده كان حديث السوشيال ميديا في فترة من الفترات، لأنه قال أنباء غريبة جدا، وقال إنه شاهد كام مرة بعينه تعبان بيخرج من قبر الراحلة صباح، فلم يصدق ما رأى من الوهلة الأولى،
وظن انه مجرد تخيلات، الا انه اتاكد من الامر بعد ما اتكرر كم مرة، وده خلاه يهرب في احد الايام من المقبرة من شدة خوفه. وطبعا احنا سمعنا الاقاويل دي عبر حسابات السوشيال ميديا ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بحثنا عن فيديو للتصريح ده لحارس المقبرة، بس طبعا ما قدرناش نتوصل لفيديو ممكن نعرضه لحضراتكم وتشوفوه عن حارس المقبرة وهو بيتكلم وبيقول عن اللي شافه في مقبرة الفنانة صباح. بس طبعا محدش قدر يأكد الكلام ده، لان مفيش فيديو مباشر ان احنا نقول عن حارس المقبرة ان هو اتكلم وقال الكلام ده. بس طبعا الخبر ده في صحة، ممكن يكون صحيح وممكن يكون مش صحيح. فده كان كلام حارس المقبرة، بس طبعا ما نقدرش نأكد الكلام ده. واتنفذت وصية الفنانة صباح بكل حرف هي طلبته وكل حاجة هي عزتها. وكانت من ضمن الوصايا الغريبة من ضمن الفنانين اللي اوصوا واكدوا ان وصيتهم تنفذ كانت الفنانة الشحرورة صباح، لان وصيتها غريبة جدا. زي ما حضراتكم شفتوا مكان القبر غرفة نوم كاملة، وكمان مكان الكفن فستان ابيض، وهو تصميم لحد معين هي حابة ان هي تلبسه مكان الكفن، وكمان الجنازة بالطبل والفرح والرأس. طبعا دي من ضمن الوصايا الغريبة اللي قالت ضمن الوصايا الفنانين الغريبة. وبعض الفنانين طلبوا رش الحنة في القبر، وفنانين طلبوا حرق أعمالهم بالكامل، ولكن وصية الفنانة صباح كانت من أغرب الوصايا. والفنانة صباح هي لبنانية الأصل زي ما احنا ما قلنا، وليها العشرات من الأفلام السينمائية المصرية مع كبار الفنانين. وتوفت الفنانة صباح عن عمر يناهز 78 عام، وقدمت عدد كبير جدا من الأفلام المصرية المختلفة بجانب مسرحيات لبنانية التي شاركت فيها. ولم تقم الفنانة صباح بعمل مسلسلات تلفزيونية، بل قامت بعمل العديد من الأعمال المسرحية، ورحلت عن عالمنا إلى مثواها الأخير في 2014. رحم الله الفنانة القديرة الشحرورة صباح.